مين؟ الدكتور جواد ناتف الريش. شو هالحكي؟ فعلا خبرية محرزة. إلك مو محرزة وبدي بشارة محرزة على الخبرية. بتستاهل أحلى بشارة، بس المهم يكون خبرك أكيد. أكيد 100%. تعرفوا يا جماعة إنه هالشركة إذا بيستلم الدكتور ناتف الريش رح تصير فوق وبالعلالي؟ يا أخي فعلا، لأنه ما في شركة من شركات القطاع العام استلمها إلا وتحولت من شركة خسرانة لشركة رابحة. تقول معه وصفة سحرية مو هيك؟ فعلا. لك ليكو عمل العمايل بالشركة العامة لكلك الخيطان. ليش قليل شو ساوى بشركة العلكة والمصاص المتحدة؟ على هو ما سمعت نفضها نفض وقلبها قلب. هذا الزلمة وين ما لحشته بيجي واقف على رجلي. ايه مو من شي قليل سموه البلدوزر. ايه ابدا مو من شي قليل. ايه بس بلدوزر؟ لك ايه صاروا يسموه منقذ الشركات الخسرانة ومخلص المصانع المفلسة. يعني من حظ شركتنا يا شباب اذا بتاع هالشركة بادارة واحد مثل هاد. فعلا هذا هو الواقع. يعني اختيار هالشخص هاد وبهالمرحلة هي قرار حكيم وذكي 100%. قال بيسموه نصير العمال، هيك عم يقولوا. يا سيدي ايه نعم، وقال بابه مفتوح للكل وما بيرد حدا. يعني اذا قالك حق بتاخذه لو كان عند مين ما كان يكون. لك يا هيك المدراء يا اما بلا. ايه بس وينكم؟ بدكم ديروا بالكم ها. جواد بيك ضد عقله انه شوف عامل العمال عم يتلكى او عم بيعطوط. وليش العطوطه بقى؟ يعني اذا وزع شويه مكافئات او شويه حوافز مين ساعتها من العمال رح يفكر بالعطوطه؟ بالعكس ساعتها العمال رح يشتغلوا من قلب ورب ورح يعرفوا تمام انه تعبهم في له مقابل وهدر الوقت مو من مصلحتهم. فعلا معك حق. يلا شباب خلينا نروح على الشغل، تاخرنا بالاستراحه. لك الى حين على الشغل، خلينا نكمل بريق الشاي. قلتك بجوز بكره انا نحرم هيك قاعده بقى، خلينا نودع الايام الحلوه هي. صب شاي لقلك صب. لك سهلة دكتور جواد، نورتوا الشركة. شكرا. الأستاذ شوكت نائب المدير العام. أهلا وسهلا. شرفنا دكتور. أهلا. أهلا أستاذ شوكت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا دكتور. المهندس بكري مدير الإنتاج. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا دكتور جواد. يا مرحبا. أهلا أهلا وسهلا فيك. الأستاذ أبو النور المدير التجاري. يا أهلا وسهلا تنورنا بوجودك. هذا من لطفك دكتور. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يخليك ويسلمك. هذا مكتبي؟ نعم دكتور. وإذا ما خاب تقديري أنت السكرتيرة الخاصة؟ نعم دكتور. صار لك زمان بالشركة؟ كنت موظفة بالأرشيف ولما استلم المدير السابق جابني معه لهون. مزوي المدير العام السابق، يعني هي أحسن شغلة عملها طول فترة خدمته. شكرا دكتور، هذا من لطفك، بس يعني ممكن أسألك سؤال؟ إيه تفضلي تفضلي. دكتور أنا يا ترى رح ضل بمكاني ولا رح أرجع الأرشيف؟ لا ولا يهمك، كل شيء رح يضل مثل ما هو. أنا مو من عادتي أخذ موظفيني وين ما رحت وين ما جيت، من عادتي أشتغل على الوضع الراهن والواقع الموجود، ومو شرط أبداً أنسف جهود غيري. الله يخلينا إياك يا دكتور. خليهم يتفضلوا. حاضر لو سمحتي. الحقيقة دكتور جواد نحن استقبلنا خبر تعيينكم بالشركة بابتهاج عظيم وسعادة لا توصف. فعلا مثل ما تفضل الأستاذ شوكت، نحن فرحنا جدا لما سمعنا النبأ، فرحتنا كانت عظيمة. دكتور جواد يعني شو ما حكينا عنكم بيكون قليل، لأنه سمعتكم طيبة ما شاء الله ثبتكم لهون باعتباركم علم من أعلام الإدارة بهالبلد. شكرا والله يقدرنا حتى نحافظ على هالسمعة لأنه هي الرسمان الحقيقي. أهلا وسهلا فيكم. مبروك يا شباب مبروك، اليوم استلم الدكتور جواد. لك صحيح سمعت لكم أنه حيصرف مكافآت 3 أيام لكل سنة بمناسبة استلامه، يا ترى هالكلام صحيح؟ في ناس قالوا رح يصرف 5 أيام، هيك وصل الخبر من مكتبه. أخي إيمونا من الكلام، ما تكون تطلعوا تباركوله؟ بلا سمعت ما بيحب المباركات، الزلمة جاي على الشغل دغري واعتذر للكل. سيدي الله يقدم اللي فيه الخير. بصراحة يا أخوان أنا آخذ ضوء أخضر من الجهات العليا ومعي صلاحيات استثنائية واسعة، لأني بعون الله قدرت أكسب ثقة القيادة من خلال المهمات يلي استلمتها ونجحت فيها. يعني باختصار قراري من راسي وتنفيذي بإيدي.
أما موضوع الصرف فمعي ميزانية مفتوحة وكارت بلانش، ولكل مجتهد فيكم نصيب. على العموم المرحلة القادمة يا شباب راح تكون مرحلة عمل بدون عوائق وبدون منغصات، وكل المطلوب منكم هلأ انكم تفكروا بطرق جديدة لتحسين الانتاج والمنافسة في السوق. طبعا ومثل ما لكم شايفين انتاج الشركة الحالي عبارة عن شراب، عصير، مربيات، وللأسف هالانتاج هاد غير قادر على المنافسة ابدا، لانه السوق بده اكتساح، بده قوة، بده غزو، بده تحطيم للمنافسين. من شان هيك لازم تفكروا لي بهالاتجاه، ومعكم من هلأ مهلة 3 أيام لتقدموا لي بعدها كل اقتراحاتكم وملاحظاتكم حول تطوير الانتاج الكمي والنوعي. ومن هون للاجتماع القادم رح أوقف الانتاج بالمصنع. يعني معقول نوقف الانتاج دكتور؟ ليش لا؟ توقيف الانتاج أحسن من الانتاج الخاسر. إذا سمحت أستاذ شوكات خلي العمال يطفوا الآلات ويوقفوا خط الإنتاج لحتى أصدر تعليمات جديدة، وخليهم كمان يستغلوا هالوقت بإجراء صيانة لكل الآلات. حاضر دكتور، حاضر. اعطونا اقتراحاتكم وزودونا بآرائكم. انسي هلا، حطي الاضابير كلياتها بدرج واحد. حط لهم رقم متسلسل دكتور؟ لا ما في داعي، فدي. ولا اقول لك وينك؟ زتيهم سلة المهملات، افضل ما لهم لزوم عندي. عفوا دكتور، ولو فيها تطفل، ممكن اعرف شو هالاضابير؟ هي الدراسات يلي قدموا لي اياها اعضاء مجلس الادارة الكرام لتطوير الانتاج. وما عجبتك ولا دراسة منهم؟ منوب ولا وحدة، كلياتها أفكار قديمة وبالية ومعدة كمان. إمتى اجتماع مجلس الإدارة القادم؟ بكرة الساعة 10. عظيم جدا، بكرة راح تسمعي بمشروعي جديد. يا ترى مطولة قعدتنا هيك لا شغلة ولا مشغلة؟ لك يا أخي أنت شو بيهمك؟ شو بيهمك ما دام أنت عم تقبض معاشك آخر الشهر؟ شلون شو بيهمني؟ نسيت انه هذا ما عملنا؟ ما عملنا اللي صرنا 20 سنة عم ناكل من خيره؟ ايه هل استبشرنا بالدكتور ناتف الريش؟ هم طلع اضرب من اللي قبله. لك يا شباب يا شباب طولوا بالكم، لسه الزلمة ما شفنا خيره من شره، اتركوه يشم نفسه. يا اخي رح ننطر لنشوف شو رح يطلع معه. الحقيقة يا شباب انا قريت دراساتكم ومقترحاتكم يلي قدمتوا لي اياها، بس للاسف ما عجبني شيء، ما عجبني منوب، ولهالسبب قررت الاعتماد على رؤيتي الذاتيه واجتهادي الشخصي. طبعا دكتور، يعني حضرتكم ادرى بهيك امور وتاريخكم بيشهد على الشيء. ويا ترى لقيتوا افكار مناسبه لتطوير الانتاج؟ رسمت خطه كامله على وجه التقريب للتطوير، بتعتمد على أفكار جديدة عصرية غير مطروقة. أولاً قررت أني إلغي خط الإنتاج كله وأحيله للتقاعد. بس هذا الخط جديد ما صار له سنتين ومكلف مبالغ كبيرة بين عقود واستيراد وشحن وتكاليف تركيب وصيانة. معلش معلش أنا بعرف أنه الخط مكلف، بس شو بدي ساوي؟ هذا مو ذنبي ولا غلطي يا أخي. يعني إذا الزملاء القدامى يلي استوردوا الخط ما حسبوا حساب الجدول الاقتصادية، أنا شو دخلني؟ يعني شلون بدي شغل الخط بلا جدوى؟ عفوا دكتور، نحن ليش ما منحاول نصلح الوضع تصليح؟ يعني
خلينا نحاول التطوير من خلال الخط، مو أحسن ما تلغيه؟ لا يا أخي لا، صعب شوي، لأنه مشروعي بده خط جديد غير هذا تماما وبمواصفات مختلفة ومغايرة. مشروع في جدوى ودورة صحيحة لرأس المال وغزو فعال لعقل المستهلك. عفوا دكتور، ممكن ناخذ فكرة عن المشروع؟ ايه طبعا يا شباب، المشروع باختصار هو انتاج عبوات جديدة معبأة بعصير البطيخ. بطيخ؟ عصير بطيخ؟ ليش عصير البطيخ بينشرب؟ لكان بيتاكا. هو معكن حق تتفاجئوا، معكن حق. أنا شخصياً تفاجأت من نفسي لما خطرت لي هالفكرة، بس بعدين اقتنعت فيها، اقتنعت تماماً، وفي أسباب وجيهة لهالشيء. مثل شو دكتور؟ آها، أول شيء البطيخ عنا رخيص، أرخص من الفجل، يعني المادة الأولية متوفرة وبأسعار مشجعة. أنتوا تخيلوا إنه عبوة سعتها لتر من عصير البطيخ ما بتكلف أكثر من ليرتين، وممكن بكل بساطة تنباع بعشر أضعاف السعر. عفواً، بس الناس مو متعودة على شيء اسمه عصير بطيخ. ما في شيء اسمه مو متعود، الكل لازم يتعود، وهون لعبتنا الأساسية، الإعلام والإعلان، يعني دعاية ضخمة مكثفة، إعلانات مطنطنة، ندوات توعية صحيحة حول فوائد هالمشروب إلى آخره. يا شباب افهموني، الزمن يلي كنا فيه ننتج حسب ذوق المستهلك عدى وراح. هلأ نحن يلي لازم نتحكم بذوق المستهلك ونوجهه كيف ما بدنا. هذا اسمه غزو عقل المستهلك، هي أولا. ثانيا، في عنا سوق الخارجية. ليش هالعصير؟ ممكن يتصدر؟ إيه لك، طبعا بده يتصدر، وأنا متأكد أنه بعد فترة رح يقترن اسم هالبلد باسم هالمنتجات. مثلا أمريكا بلد البيبسي كولا، الهامبورغر، الهوت دوغ، ونحن رح نصير بلد البطيخ بالعالم. ليش لا؟ طالما رح نسبق العالم كله بإنتاج هيك سلعة. لك يا شباب، نحن عم نعمل شيء للبلد وسمعة البلد واسم البلد ومكانة البلد. إلا كان عصير البطيخ بطيخنا. هيك أنا سميته طبعا، يمكن ما عرفتوا إنه أنا سميته هيك، أنا سميته بطيخنا. رح يعمل سمعة حلوة كتير للبلاد العربية قاطبة. على كل حال، خلي الأساتذة يوقعوا لي على محضر الاجتماع. هات لشوف، شو فكرة الإعلان؟ بالبداية في عنا مجموعة لقطات سسبنس على شاريو دولاب عم بيبرم بسرعة، رجلين عم تلحق وقطع سريع، رجلين دولاب رجلين دولاب، لقطة سربرايز عامة من فوق على الكرين، العربية عم بتكر وصاحبها عم بكر وراها، قطع سريع، العربية عم بتكر صاحبها عم بكر وراها، البطيخات عم بيسلتوا بسفل التلة، لقطة واطية من تحت عم بيدحرجوا، بيدخل جهاز الكمبيوتر تكنولوجيا، البطيخات عم بينعصروا، شلال عم يخدموا فوق خدم، تيل داون سريع مع زوم سريع على ثلاث بطيخات، عفوا على ثلاث بنات، تنتين شقر وحدة سمراء، بيلتفتوا ناحية الكاميرا وبيقولوا بطيخنا اشربوا بالهنا، بطيخنا اشربوا بالهنا. حلوة كتير، ما حلوة كتير. على كل حال اترك لي السيناريو هون، معليش، يعطيك العافية أنا بساوي. أوكي أستاذ، أوكي بالإذن. أهلين، الله معك، مع السلامة. See you. نايسي، هلا، مين في عندي برا؟ في عنا الفنان التشكيلي بالفاتح أكثر. ايه معلش، خلي فوت. سلامات دكتور. أهلا أستاذ أكسام، ميت مرحبا، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. شو صار بالملصقات اللي وصيتك عليهم؟ جاهز، وضفت عليه كل التعديلات اللي طلبتها. عظيم. شو رأيك دكتور؟ ممتاز، هذا هو الطلب، عظيم جدا.
آنسي هلا، ابعتي هالتصميم هذا لمؤسسات الإعلان وخليهم يعملوا منه 100,000 نسخة متر بمتر، وفهميهم إنه لازم البلد تنطرش فيه طرش، يعني بدي شوفه كيف ما فتلت وكيف ما طلعت بمواقف الباصات، على واجهات المحلات، على الحيطان، بالقهاوي، بالسينمات، يعني لازم يصير عصير بطيخنا حديث الناس كلهم من كبيرهم لصغيرهم، مفهوم؟ طيب البطيخ، بطيخنا طعمه أطيب. حلو البطيخ، بطيخنا طعمه أحلى. وهذا أكبر دليل على الإقبال الشديد على عصير بطيخنا، جربوه مرة لن تنسوه بالمرة. لحظة مدام، روحي عندي. خير شوفي؟ انت جربتي عصير بطيخ هنا؟ لا لسه. طيب ممكن تجربيه؟ ما في مانع. شلون لقيتي مدام؟ طيب كثير، عندك منه كمان؟ متوفر بكافة المحلات. شكرا. وأنت أيضا عزيزي المشاهد لن تتمكن من مقاومة طعم بطيخنا. لسنا الوحيدين في عالم البطيخ، وإنما بطيخنا نافذتنا إلى العالم. شلون لقيت لي تنفيذ الإعلان دكتور؟ صرعة حقيقية، يعطيك العافية أحسنت. دكتور اسمح لي هنيك من قلبي على هالسيناريو الرائع. الحقيقة أنت سبقتنا كتير بمراحل بعيدة في عالم الدعاية والإعلان. أعزائي المشاهدين، والآن نلتقي مع الدكتور عصام، الاسم الكبير والمعروف من قبلكم. دكتور عصام، ممكن تحدثنا عن فوائد عصير البطيخ؟ أهلا وسهلا فيكم وبالتلفزيون. الحقيقة اكتشف الطب الآونة الأخيرة فوائد كتير لعصير البطيخ، منها أنه مدر للبول ومهدئ للأعصاب ومضاد للسعال العادية والشهاءة، ومنيحة كتير لمرضى البواسير، بينزعجوا وبيهدئهم، كما انه بيساعد على تخفيف الوزن، بيسمنوا وبينحفهم، وتنزيل الضغط بالدي اتش ال ورفع سكاي باك بالدم طبعا هذا كله. وانا شخصيا بنصح الاطفال والبيبيز بشربه، وكذلك الحوامل بريجننت، لانه بيعود بفوائد كثيره على الوطن على الجنين. سيداتي سادتي، البطيخ تاريخيا تم اكتشافه من ايام السومريين في بلاد ما بين النهرين، وعلقت حرب ضروس يومها سموها حرب البطيخ، صاروا يتقاذفون البطيخ بالمنجنيقات. اما الشعوب الهلينستية فاستخدمت البطيخ بطقوس الحرب والغزو واحتفالات الخصب. ومؤخرا تم اكتشاف تمثال صغير مثل بطيخة صغيرة، كانت تستخدم كتعويذة خاصة للحرب، مما يدل على أهمية البطيخ في حياة تلك الشعوب. أما عصير البطيخ، أستاذ بطيخ، عفوا أستاذ البطيخ معبي المعمل وحواليه وما نعرفانين شو بنعمل فيه. عبوا المستودعات الاحتياطية. المستودعات الاحتياطية إنتاجنا مكدس فيها تكديس. على فكرة دكتور، يعني بحب لك إنه إنتاجنا انخفض كتير، يعني انخفض للربع يمكن أكتر، والبطيخ بلش ينتزع وما نعرفانين شو بنعمل فيه. حطوا البطيخ بالبرادات. تبريده بيكلف أكتر من حقه دكتور. أصبح عملوا مستودعات جديدة. شلون وكيف دكتور؟ شو شلون وكيف؟ انصبوا شوادر وعملوها مستودعات بطيخ. شو بياعين البطيخ؟ أشطر منا أنت التاني؟ إيه؟ حاضر حاضر أستاذ. أما أمرك عجيب. ألو
مهندس بكري، مهندس بكري، شو أخبار الإنتاج؟ شو؟ وقفت الإنتاج؟ لك شلون هيك بتتصرف؟ 100 مرة قلت لك لا تتصرف من عندك. ما في محلات للتخزين؟ طيب طيب، أنا جاي فورا. شو يا؟ شو صار بالمكافآت والحوافز اللي صرعونا فيها؟ قال شو؟ بكره متى ما استلم الدكتور ناتف الريش رح يصرفوا لنا مكافآت على أبو موزة. يا سيدي المكافآت موجودة. وين دخيلك وين؟ رح يوزعوا على كل عامل صندوقين من عصير البطيخ. عصير البطيخ؟ هذا اللي كان ناقصنا. هي حلوة، رح نفوق إنتاجنا علينا. وقديش بلغت الخسائر؟ 60 مليون ليرة حق الماكينات وخط الإنتاج، 10 ملايين ليرة حق بطيخ تالف، 2 مليون ليرة حق شوادر، 7 ملايين ليرة تكاليف دعاية وإعلان، 2 مليون ليرة هدر ونفقات أخرى، 12 مليون ليرة حق الإنتاج اللي أتلفناه بعد ما انتهت مدته. يعني قديش مجمل الخسائر؟ 199 مليون ليرة. هذا طبعاً غير تعطيل المصنع طيلة الفترة. بسيطة يا أخوان بسيطة، نحن ما لازم نترك هالشي أثر على معنوياتنا وحماسنا للعمل. خلينا نعتبر هالخطوة مجرد نكسة بعمر الشركة، نكسة صغيرة يا أخي، والمفروض أنه نحن نتجاوزها بسرعة. خلينا هلأ ندور سوا على خطة جديدة للإنتاج واكتساح السوق من جديد. طيب دكتور، برأيك شو أسباب هالنكسة يلي مرقت على شركتنا؟ ما بعرف، يمكن الشعب ما حب عصير البطيخ، بس هذا هو السبب، واجتهاداتنا طلعت اوت. صباح الخير سيدي. صباح الخيرات سيدي. جاك ضيوف، تحب تستقبلهم بالصالون ولا خليهم يفوتوا لعندك لهون؟ مين هالضيوف بقى؟ خير، مين جاييني من على بكرة الله؟ الاستاذ شوكت وبكري بيكو وبنور. اها خير يا طير، مالهم بالعادة يجوني الساعة 9 على بكرة وبدون موعد؟ على كل حال خليهم يتفضلوا. حاضر سيدي. صباح الخير. صباح الخير سيدي. صباح الخيرات، أهلا وسهلا، شرفوا افطروا معي. الصحة وهنا سبقناك. يا أهلا وسهلا، خير؟ غليتوا لي قلبي. شو سبب هالزيارة المفاجئة يا ترى؟ الحقيقة الأخبار غير سارة على الإطلاق جواد بيك. خير؟ شو في؟ بالحقيقة يا سيدي إجانا كتاب رسمي من جهات عليا عم يسألوا عن سبب خسارة الشركة 199 مليون ليرة. مو بس هيك سيدنا، شو في كمان؟ وإجانا كتاب تاني لهجته قاسي كتير، عم يطلب منا مسؤول كافة أعضاء مجلس إدارة أمام محكمة القاضي 29 بعد بكرة. أوف، القاضي 29 فرد دفشة؟ والكتاب عم ينقط منه السم تنقيط سيدي. تفضل. العامة مو خبرية منوب؟ شو هالكتابات؟ العامة هالكتاب بيجيب آخرتنا حسب اللهجة المكتوب فيها. ويمكن عم يحترمونا سيدي لأنه ما أخذونا موجوداً وتحت الحراسة وبمعية رجال الأمن. بقى يا جواد بيك، قلنا عندكم رجاء، رجاء أخوي. شو هو؟ نحن مثل ما بتعرفوا كنا نمضي لكم على بياض. مزبوط سيدنا، وشو كنتوا تقولوا؟ كنا نوافقكم على طول. مو لأنه أغبية أو غشمة لا سمح الله، لا، بس لأنه ثقتنا فيك كبيرة وإيماننا بحكمتك راسخ. كمان من منطلق أنه خبرتكم جواد بيك أكبر من خبرتنا، ما في مقارنة بتاتا. المهم هلأ شو هو هالرجاء؟ يعني مترجاك سيدنا تبري ساحتنا عند القاضي 29 حتى لا نعتبر شركاء بهالتخبيص. قصدي بهالخسارة الشنيعة اللي كان سببها المباشر هو عصير بطيخنا، فكرتكم الخاصة. وبدكم مني احمل المسؤولية لحالي. انت قد وقدود سيدي، ما بينخاف عليكم، والله ما بينخاف عليكم سيدي. والله غير تطلعوا من هالقصة مثل الشعرة من العجين. سيدي انتوا لا تكذبوا، احكوا الواقع، قولوا للقاضي 29 انه هالجماعة مغرر فيهم وما لهم رأي،
طراطير، تشتيش، شرابة خرج، ما بتفرق، المهم نطلع خارج الصورة بيكون أفضل. أي دخيلكم سيدنا، عنا أولاد بلا ما نروح فيها مؤبد، يستر على عرضك. ايه وانا يا سيدي، انتو صيتكن واسمكن لامع وماضيكن بيشهد لكن، اما مين نحن بالحاره؟ منخل بلا طاره. صحيح، وياما حضرتكن ناشلين مؤسسات على حفه الافلاس، وياما مخططين، وياما ماري على راسكن. ايه بس انتو جناحاتي سيدي، بتطيروا بلا جناحات؟ والله بتطيروا، يعني اذا بدكم بتطيروا. سيدي تليفون صغير لصاحبكم بالقيادة بيمشي الحال، حرام نفوت لعند القاضي تساعة 20 بدون ما ندعم مسألة، والله منروح فيها طحبشة وما حدا بيسأل علينا. بمين عم تتصلوا سيدي؟ بسامي بيك مسؤول القيادة. ألو مرحبا القيادة؟ مين عم يحكي بالله؟ أنا الدكتور جواد ناتف الريش، بدي أحكي مع معلمنا. عفوا افتكرت حالي غلطان. أيوة لا افتكرت حالي غلطان لأنه ما طلع لي شخصيا. من فضلك قل له الدكتور ناتف الريش بدي أحكي معك. ألو مرحبا معلمنا. نعم سكرتيرو. شو قال لك؟ أيوة نعم ماشي الحال. خير سيدي؟ اعتذر عن مكالمتي. مشغول يعني؟ لا، قال له لسكرتيرو يقول لي حتى أنسى هالرقم من ذاكرتي كليا. قضية عصير بطيخنا، المتهم الدكتور جواد ناتف الريش. التهمة الموجهة هي تبديد أموال الدولة وخيانة الثقة والإساءة في استعمال الصلاحية وإطلاق اليد والاستهتار بأموال المساهمين وعددهم 127 شخصا وتخريب الاقتصاد الوطني عن طريق زج الشركة بمشروع فاشل وجلب الدمار المالي والمساهمة في تدمير الإنتاج الزراعي. المدعي العام. سيدي القاضي. باشر بإطلاق القذائف وشن الهجوم. شكرا سيدي. سيدي القاضي تسعة عشرين، حضرات المستشارين، كلنا يشهد للدكتور المتهم جواد ناتف الريش بالكفاءة والقدرة، فقد أسس شركات ناجحة وساهم في ارتقائها وبلوغها مراحل التميز، وتأسيسا على هذا النجاح فقد سلمته قيادتنا الرشيدة منصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لواحدة من أهم شركاتنا الغذائية والتي هي الواجهة الاقتصادية الحقيقية في هذا البلد، وأعطته صلاحيات واسعة وكوادر خيالية من حيث العنصر البشري والدعم المالي، وانتظرت نتائج هذا الدعم وثمار هذه المساندة. فماذا كانت النتيجة؟ المتهم الدكتور جواد ناتف الريش ذهب بعيداً في تطلعاته وانساق حثيثاً لطموحاته، فأخذ يخترع وشرع يتفنن ويبتدع، فكان أن طلع علينا بمشروع بطيخنا الذي لم تستسغه أذواقنا ولا أحبه أطفالنا وكرهت رائحته في المنزل زوجاتنا وبناتنا. Objection. ذم لا مبرر له. Not sustained. ولم يكتفي المتهم الدكتور ناتف الريش بتصنيع هذا المشروب الغريب وتنشيط هذا المشروع العجيب
بل إنه جند لهذه الأكذوبة الكبرى بطيخنا كافة وسائل الإعلام، واقتحم مواقعها أيما اقتحام من إذاعة وتلفاز وسينما وملصقات على الجدران وبوسترات على الحيطان، واستأجر لذلك استأجر لوحات الضوئية المنتشرة في الشوارع، ولو كان مسموحاً له لوضع بطيخنا على قباب الكنائس والجوامع، وطبع الرزنامات، وصنع علب الكبريت وعلب المناديل والمحارم الورقية، وطبع القمصان والتنورة والفستان والجينزات والتيشيرتات، طبع كل ذلك بكلمة بطيخنا. فإذا نحن نصحو صباحاً مع الإذاعة على نشيد بطيخنا، ونمسي في التلفاز على دعاية بطيخنا، ونلبس ثيابنا ممهورة ببطيخنا، ونكحل عيوننا في الشوارع بآرمات ولوحات بطيخنا، ونشرب مكرهين إذا عطشنا بطيخنا، فتبا لعصير بطيخنا، وسحقا لمن أساء لبطيخنا فعصره، وفي الزجاجات زجه وحشره. Objection. Not sustained. يا رأس العدالة في القرن العشرين، القاضي 29. أنا كمدعي عام اشتهر بالتزمت والصلابة والتعنت والقسوة كرئيس نيابة، قد تستغربون أنا لا أوجه التهمة للمتهم ناتف الريش فقط لأنه بدد الأموال وأساء التصرف والأمانة، بل إنني أوجه له تهمة هي في اعتقادي أشد خطراً وأكثر ضرراً، ألا وهي محاولة التحكم بالأذواق وخداع الناس والتلاعب بفطرتهم النقية التي فطرت على تقبل الصدق وجبلت على أن تركن إلى النوايا الحسنة والحميدة. ففطرة الإنسان الطبيعية لا تسمح له أن يشك دائماً بما يقال، لا تسمح له، فلا يحمل الإنسان العربي بين جوانحه محكمة حتى يسبق شكه يقينه أو تكذيبه تصديقه. الشعب بأفراده يسلم بما يقال له مفترضاً قول الصدق بالمخاطب، خاصة إذا كان هذا المخاطب ممثل دولة أو سفير حكومة أو إنه يشغل منصباً رسمياً رفيعاً. ثم هل تكذب الحكومات؟ ها؟ الحكومات؟ هل تنافق المناصب الرفيعة؟ الرفيعة؟ وهل يلفق ممثلو الدولة؟ الدولة؟ حاشا وكلا. Objection. Not sustained. إذن مهمة المتهم هي استغلال الإعلان والدعاية وأساليب الترويج استغلالاً بشعاً وخاطئاً ومغرضاً، فلكثرة ما عرضت إعلانات بطيخنا على شاشاتنا من خلال ممثلات معروفات وفتيات حلوات وأزجال شعبية وكلمات مقفات وجمل مغنات بشتى الأصوات ومختلف الغلاظات والسماجات، حسب الناس أن هذا المنتج بطيخنا غنيمة الغنائم، فأقبلوا على شرائه حيناً ومن ثم وبفعل التجربة عافوه نكهة وطعماً بعد أن أصيب أطفالهم بالإسهال وتعفن الأمعاء والأمراض الداخلية العينة، لأن عصير بطيخنا في الواقع اشطافة غزالة مشروب سايق نايت ماصل، لا نكهة ولا رائحة ولا فائدة. ومتى كان عصير البطيخ يشرب ويعبأ ويخزن؟ سيدي القاضي 29، حضرات المستشاطين غضبا، حضرات المستشارين عجبا، هل جهاز التلفزيون وأجهزة الإعلام العربية ملك للتجار يتكلمون من خلالها ما يريدون ويطفون على سلعهم
نعوتا وألقابا وصفات لا تتمتع بها هذه السلع؟ من الرقيب على هذا الواصف والموصوف؟ من؟ شو الشغلين؟ درش داشرة وفلتانة؟ ينتقي المنتجون كلاماً ويطلقونه على منتجاتهم، وأجهزة إعلامنا تعرض هذرهم على أساس ما دخلنا. العهدة على الراوي. بطيخنا وصفوه على لسان طبيب أفاق وعميل لهم بأن له فوائد طبية جمة، في حين أنه مضر بالصحة كما أسلفنا ذكرى. وهنا لا بد لي من أن أنزه الطب الشريف والأطباء الشرفاء. إذن أستطرد فأقول لا يمكن أن نخدع الرأي العام والغالبية المترصة خداعا أبديا. الجمهور العريض لا يخدع خداعا أبديا، وأسوق على ذلك أمثلة. Objection. هذا تحريض سافر. Not sustained. السياسة في أوطاننا العربية قد تكون خادعة ومراوغة وكاذبة. قد نفسك نو. والفن في مسلسلاتنا قد يكون كاذبا مضللا. قد. والشعر والأدب والطرب قد تكون كل هذه المفاهيم الأدبية والجمالية خادعة منافقة وكلها زور وبهتان وتلفيق. قد. فهل وصل الغش والخداع لبطوننا بعد أن اقتحم عقولنا ونخر مفاهيمنا؟ قد. سيدي القاضي 29، أدام الله علينا ولايتك للقرن 21، اسمحوا لي أن أستطرد مجددا ولا تنقروا بمطرقتكم أرجوكم. Objection. Not sustained. سيدي القاضي 29، بعض مؤسسات الإعلان في جميع دول العالم متهمة ومدانة، وفي إعلاناتها الشيء الكثير من الغش والتدليس. مثلا أسوق مثالا، إعلان لسيكارة تمجها فتاة تمصها وتتغزل بالنكهة الفريدة، ويكتبون لك من باب رفع العتب بخط صغير أسفل الشاشة: التدخين يؤدي لسرطان ولأمراض مميتة. فأي تهريج هذا؟ وأي إعلان سقيم؟ والتلفزيون يشاهده الأطفال قبل الكبار كما تعلمون. الإعلان في المفهوم العام هو إخبار للمستهلك الغافل عن وجود سلعة نزلت إلى السوق وهو لا يدري عنها. ويجب أن يحمل الإعلان صفات السلعة الحقيقية تحت طائلة الرقابة ورقابة الضمير أولا. وإلا كان الإعلان آنذاك كذبا سافرا وعبثا بالعقول، كسياسي وهو يرشح نفسه للانتخابات، يجند الدعاية والإعلان طعما وفخا، ويعد بالإيجابيات نفاقا، حتى إذا نجح وفاز نسي ما وعد. وكفنان تصنعه الدعاية والإعلان، ويخترعون جوائز وهمية وميداليات وألقاب ومهرجانات يخترعونها لأسباب سياسية، فيصدق نفسه ويصدق الناس أسطورته المصنعة. وهل فايكل ماكسون هذا الفنان القرد صنع نجوميته بمفرده وهو في بداية الشهرة لا يتجاوز عمره 19 سنة؟ أم أن هناك شركات وراءه ومضاربات ومنافسات ومصالح صنعت مجده وغناه لتستفيد من وراءه؟ إنه الإعلان ساحر العصر، والدعاية المكثفة، والعلاقات التجارية البحتة. ورغم كل ذلك الرأي العام لا يضلل أبداً. قد يصبر طويلاً ولكنه يحاسب عسيراً. وليكن بمعلومنا أن الجمهور والجماهير تخفض كما رفعت وتسقط كما أنجحت. سيد القاضي 29، أدام الله علينا ولايتك
للقرن الثاني والعشرين. إني أتهم الإعلان اتهاماً وأرشق عليه من شعبتي سهاماً، لأنه أحياناً مبتذل بغيض، إذ يعرضون عليك ورقاً نسائياً بحجة: هل هناك فتاة عربية لا تحيض؟ وماكينات على الكهرباء لحلق سيقان النسوان، وملاقط لنتف الحواجب والشعر الزايد في مواقع غير مرغوب بالشعر فيها. إن هذا جواد، جواد، إن هذا لكثير يا سيدي، كثير جدا يا 29. لقد ذهب الخجل وعم الدجل، وأصبح المسيء محترما، ولربما أصبح البريء مجرما، والدعاية تسوق أفراد الشعب أمامها وكأنها تسوق ماعزا أو غنما. سيدي، هناك إعلان، إعلان لسكين مطبخية، يعني لاستعمال الزوجات الناعمات المسالمات. إنها حادث نصل، تنشر علب الصفيح وتقطع الحديد المبروم وتبتر أرجل الطاولات الخشبية. سواطير تهوي كالسيوف الباترة التي لم يحلم باقتنائها عنترة بن شداد ولا شيبوب ولا جساس في حرب بسوس. فما عساها تفعل زوجاتنا بنا عندما نتشاجر سيدي؟ وأمامها وفي مطبخها وبين أيديها المثقف الهندي والبتار الصارم والصمصام الذي لا ينبو ولا يتثلم، وكيف ننجو بهذه العدة الحربية بعيداً عن متناول أطفالنا؟ أوبجكشن، خروج عن الموضوع أستاذ. Not sustained. وهنا يا سيدي القاضي، لابد لي من تحية بعض المحطات الإعلانية التي لا تروج للكحوليات ولا للنسائيات ولا للتبغ ولا للدخان، ومنها محطاتنا المحلية سيدي. Objection! Objection! ممالقة سافرة لهيئات حكومية وقطاعة خاصة يا سيدي. Sustained. إلغي هذا الكلام من محضر الجلسة. سيدي القاضي 29، أدام الله علينا حكمك فينا للقرن الثالث والعشرين، أطالب محكمتكم بإيقاع العقوبة الكبرى بالمدعو جواد ناتف الريش بتهمة خداع الرأي العام والإساءة الصحية لأفراد الشعب عن طريق التدليس في أجهزة الإعلام وتبديد أموال الدولة والمواطنين. أعطي الفرصة لهيئة المحلفين للتداول. الحمد لله ما اجى ذكرناه. العمى صبوا على راس الدكتور كل بلاوي الدنيا، يعني لو تزحلقت بقره بالنهار لاعتبروه هو المسؤول. إلك هي محكمه القاضي 29. لك هذا محامي الدفاع اللي حطيناه، شو قصته؟ إيه مالي فهمان منه الا كلمه اوبجكشن. لك انا محامي هاد عم اقول لك هي محكمه القاضي 29. شو القرار عندك يا رئيس هيئة المحلفين؟ جلتي. بناءً على قرار هيئة المحلفين، نعتبر المتهم جواد ناتف الريش مذنباً بكل ما جاء في مطالعة المدعي العام، ونقرر ما يلي: يتجرع المتهم قسرا وعنوة عصير بطيخنا ليل نهار وباستمرار، ويحقن به بكل السبل حتى ينفزر انفزارا ويموت انفجارا. رفعت الجلسة. شبك جواد؟ منام بشع، بشع كثير، ما شفت ابشع منه بعمري. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله خير. خذ حبيبي خذ،
بالرياك وهدي أعصابك بعصير بطيخونة. ما بدي بطيخونة، ما بدي يا. ما بدي اسمع بسيرته، يمين مو شي. طيب حبيبي تكرم، خلص هي امته. على فكرة اتصلوا فيك من المكتب، قال بدهم اياك لأمر ضروري. من المكتب؟ ايه. ما قالوا لك شو بدهم مني؟ لا ما قالوا. على كل حال الله يرضى عليك، يروح يساوي لي فنجان قهوة، بركي بيصحى راسي فيه. طيب على عيني. الحمد لله، الحمد لله يا رب، لك الشكر والحمد. صباح الخير. يا صباح الخيرات والليرات. صباح الخيرات يا صباح دكتور. دكتور. أهلين دكتور. خير يا طير، أنا اتصلتوا فيي شو في؟ إيه والله، يعني ما كنت دريانين سيدا؟ بشو بدي أدرى بقى؟ هذا يا سيدي إجت تنقيدكم وسلموكم رئيس مجلس إدارة الشركات الزراعية المتضامنة بالخليج العربي.